في الفيديوهات السابقة تعلمنا كوردات الميجر والماينر والديمينيشت، وتعلمنا كيف يتكون كورد الميجر وكيف يتكون الماينر والديمينيشت. اليوم سنتعلم كورد جميل جدا وسهل، ويستخدم بكثرة في أغاني البوب. ولو كنت ترغب أن تعزف أو تتوجه إلى ستايل الأغاني الروك والهيفي ميتال أو أي أغنية تبالغ يعجبك تعزفها، ممكن أن تستخدم هذا الكورد. هذا الكورد هو اسمه باور كورد. باور كورد راح نتكلم عنه. احنا تعلمنا كورد عبارة عن ثلاث نغمات فما فوق، عندما تعزف مع بعض نسميه كورد. الميجور كورد يتكون من ثلاث نغمات، قلنا النغمة الأولى والثالثة والخامسة نسميه ميجور كورد. الماينر كورد قلنا يتكون من النغمة الأولى وبيمول، النغمة الثالثة والنغمة الخامسة إذا تتذكرون. اليوم الباور كورد يتكون من نغمتين فقط، مو ثلاث نغمات. هذا السهل البي، وما بها ميجر وماينر، ما تميز هذا ميجر او ماينر، في الحالتين ممكن ان تستخدمها. نستخدم النغمة الاولى والنغمة الخامسة. على سبيل المثال اريد نعزف كورد سول باور. نثبت الاصبع الاول على جذر الكورد اللي هو السول، ما زال نتحدث عن السول باور، اذا جذر الكورد هو السول. هذه نغمة السول. الفريت الثالث، 1 2 3 من الوتر السادس. ثبتنا الاصبع الاول على الفريت الثالث، نحسب فريتين 1 2 وننزل وتر واحد. هذا بهالحالة راح نحصل على النغمة الخامسة للكورد. صار عندنا باور كورد، جي باور كورد، اللي يتكون من النغمة الأولى صول والنغمة الخامسة ري. ممكن أن نكرر النغمة الأولى، نغمة الجذر، نكررها بضغطة أصبع الصغير على الفريت اللي تحت النغمة الخامسة، أيضا صول. راح يكون عندنا صول ري صول، أي النغمة الأولى، النغمة الخامسة والنغمة الثامنة، لأن الصول بدينا سكيل صول يبدي بنغمة الجذر صول وينتهي بنغمة الجذر صول. إذن هذا باور كورد صول. الآن لو نتقدم فريتين للأمام، نحرك الأصابع بنفس الشكل، لا باور، بعد الصول عندنا لا باور. نتقدم فريتين سي باور، نتقدم فريت واحد دو باور، وهكذا من الصول نرجع فريتين 1 2 فا باور. زين، هسه لو اخذنا المي ماينر، هذا هنا المي ماينر ايضا هو بالاصل باعتبار هذا الاصبعين وهنا المي دي يتكرر، هو مي ماينر، هو مي باور. نرجع على ال صول باور. لو حركنا أصابعنا بنفس التشكيلة باتجاه الأرض، السبابة خلينا على الوتر الخامس الفريت الثالث على نغمة دو، ونحسب فريتين 1 2، نزلنا وتر، وهذا أيضا باور كورد، هذا دو باور كورد. ليش؟ لأنه دو النغمة، لأن هنا عندنا دو نغمة الجذر، النغمة الخامسة صول، وكررنا نغمة الجذر الدو. احتمال هسه واحد يقول لي أصبع الوسط أيضا مستخدمة. الأصبع الوسط أنا ما مستخدمة. أصبع الوسط نكتم بالوتر، نغمة الوتر السادس، لأنه ما نحتاجه. احنا اللي نحتاجه في الباور كورد هي هذه
هذه ثلاث نغمات. احنا عندنا هذا الحرف في ماله اثناء العزف سهوا عزفناها، هذا ما نحتاج هذا الصوت احنا، ولذلك نستخدم الاصبع الوسط لكتمها. احيانا البعض يشكو بانه يقول اصابعي مفتوحه كثيره المسافه بيناتهم يتعب. ممكن هذا الشكل، هذا الباور كورد اثناء التمرين لا تتمرن هنا، ممكن ان تزحف تقترب من جسم الجيتار. هنا أنا اسهل، ليش؟ لان المسافه بين الفريتات اقصر من المسافه بين الفريتات في بدايه الجيتار. لذلك بالبدايه بامكانك ان تتمرن هنا في هذا المكان، بامكانك في البدايه تتمرن في هذه المنطقه على هذه الفريتات المتقاربه، بعد ان تتقنها بامكانك ان تتحول الى الفريتات اللي مسافاتها بعيده. الان وقف الفيديو، احمل جيتارك واجلس امامي واتعلم كيفيه توزيع اصابعك على الجيتار لتتعرف على الباور كورد. الاصبع الاول على الفريت الثالث من الوتر السادس، الاصبع الثالث على الفريت الخامس من الوتر الخامس، والاصبع الصغير الرابع على الفريت الخامس من الوتر الرابع. الان عندنا ثلاث كوردات نعزفها مع بعض اللي ثلاثتها باور كورد. الاول سول باور، بعدين دو باور، و ري باور. ثلاث كوردات باور راح نستخدمها. الضربات كلها راح تكون من فوق، ننزل على الكورد دو ضربتين، نتقدم على ري باور ثلاث ضربات، راح تكون بالشكل التالي.